تخصصك في ايه بالظبط؟ في المطبخ. عايز اقول لك انت دارس انه الاول يعني، كلمني كده عن نفسك شوية. اكلمك عن نفسي. دارس ايه؟ انا يا ستي درست بعد موسيقى عربيه، عود. ايه ده، ده حقيقي بتهرج؟ بامانه. ايه ده، الله. مع الموسيقى العربيه عود دي اول حاجه، وبعد كده درست اعلام، ها، تمام. وحاليا دلوقتي بحضر حاجه في التغذيه العلاجيه والحاجات دي كلها، او يا سلام. القصص دي، علشان انا نفسي جدا اكمل الموضوع بتاع المطبخ. يعني ده هيساعد ده جدا في القصص دي انت كلها. متعدد المواهب يعني. يا لا طب بحاول. ثانية واحدة، انت يعني انت مش دارس التخصص اللي انت فيه ده؟ والعلم بالشيء ان انا دلوقتي حاليا انا مدرس في سياحه وفنادق. انا بدرس في سياحه وفنادق، هم عارفين بس سياحة وفنادق الكلام ده؟ عارفين سياحه وفنادق. كنا بنمتحنهم الاربع اللي قبل اللي عدوا، لا بس يعني انا بحييك بجد، لان انا عندنا فاكراك ان انت امتحان. دارس على فكرة. لا انا ما درستش طبخ طبعا، بس انا عايز اقول لك على حاجه. لا استنى، انا قول. خدت كام كورس طبخ، فده كان ساعدني شويه في البدايات خالص. بس انا هقول لك على حاجه صغيره يا الاء في قول الموضوع ده. قول. موضوع الطبخ عامه محتاج ايوه. حاجه اسمها كرياتيفيتي، ان انا اكون زي ما انتم شايفين كده بالظبط قدامكم اللي انا بعمله انا والاء. احنا يا جماعه دخلنا القصه اهو قدامكم. فالفكره كلها ده دايما بقوله للشباب اللي انا بعمل لهم اي كورسات طبخ وحاجات زي دي، بقول لهم مهم جدا بالنسبه لكم انكم تاخدوا بالكم من حاجه مهمه، اللي هي ايه؟ ازاي تستخدم الانجريدينز اللي عندك او المقادير اللي معاك وتطلع منها طبق حلو قوي. لو قدرت تعمل كده فانت راجل ينفع تدخل المطبخ. وزي ما قال جوستو فيلم بس روتاتولي. يعني بص، عايزه اقول لك ان انا معلومه ان انت ما درستش دي بصراحه، انا يعني انا فخوره اصلا ان انت كده. وعايزه اقول على حاجه، عشان في انت عارفه انا بقالي كام سنه في المطبخ؟ فين الزيت اللي عندك؟ احنا كام نسوي سنه اهو اهو. ده؟ قول ماشي. قول. نعم. انا بقالي بالظبط يا الاء 20 سنه في المطبخ. يا جماعه الصوت عالي قوي، ممكن نوطي بس الصوت شويه؟ طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى بخصوص الموضوع ده، علشان بنات كتير بتبعت لي بتقول لي احنا عايزين نبقى متمكنين كده وفي مهاره في المطبخ، لازم ادرس او لازم انت تقول لهم ايه، بما انك ما شاء الله كده وفي نفس الوقت انت مش دارس برضو. مبدئيا المطبخ عامة زي ما قلت لك محتاج ان يكون عندك شوية كرياتيفيتي او شوية ابداع شوية. انا دخلت المطبخ لقيت قدامي حبة سمك زي ما انت شفت كده، وانت لقيت حبة دي قدامك، بس هنطلع منهم وصفة. والوصفة اهم حاجة في الموضوع، انها لازم 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 تكون حلوة ومظبوطة وتمام علشان تطلع تتاكل. حلو قوي. واكتر حاجة مهمة في الشيف من وجهة نظري انه يعرف يرضي الذوق العام. تمام. ده اكتر حاجه مهمه في الشيف. يعني انا اعرف حد مثلا اقول له يا ابني عايز افهم. مثلا، يعني يا رب هو احتمال يسمع الحلقه دي النهارده، احتمال يتفرج عليها ولا ايه، فاقول له يا ابني الله يخليك زود. مين؟ واحد شيف كده في انا مكان فاكره. معين. هو حبيبي يعني. فاقول له يا ابني يا حبيبي زود التوم شويه في الملوخيه. يقول لي لا انا ما بحبش التوم. اقول له انت اللي هتاكل الملوخيه كلها، انت بتهرج. وواحد تاني بيموت في الملح. في ناس كتيره جدا كانت تموت في الملح يعني. فتملى الدنيا ملح. تمام. فقصة تاني كبيرة قوي. وانت تعمل ايه؟ لا اصل انا مش لاقيه نشابه وهم مانعين ان انا استخدم نشابه، فبفرد بالرول ده. طب ما ممكن اسلفك نشابه من عادي عندي. يا جماعه؟ انا اسلفك ايه نشابه. ده، لا مش راضيين، لا مش راضي. ايه ده، مش عادي؟ طب خلاص.